أوديولابي، شارك المعرفة. السلام عليكم أيها الرائعون، ومرحبا بكم في مقال صوتي جديد. استمع وحمل باقة مميزة من المقالات، ملخصات الكتب والتوكيدات عبر تطبيق أوديولابي. حمله الآن مجانا عبر جوجل بلاي وأب ستار. على عكس ما يمكن تخيله، فإن الرجال بصريون أكثر من النساء، وهذا هو سبب في أن النساء يواجهن الكثير من المتاعب ليبدون جذابات في نظر الرجال. ومع ذلك، إذا كان المظهر الجيد يمكن أن يجذب الرجال إليك، فأنت بحاجة إلى أكثر من ذلك لتحافظي على انجذاب الرجل إليك. ولكن بداية، ندعوك للاشتراك في قناة أوديولابي وتفعيل جرس التنبيهات، ولا تنسى اللايك. أولاً، الذكاء. هل سبق لك أن خرجت مع رجل وبعد ذلك شعرت أنه فقد اهتمامه بك؟ يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب لهذا، ولكن في معظم الحالات يرتبط الأمر بالذكاء والثقافة ودرجة فهم المرأة. إذا كنت تبحثين عن سبب ذلك، فهو أن المرأة الذكية لديها الطموح والوعي، وتعرف جيدا قيمة التعلم. ثانياً، النظافة. الجمال أكثر من مجرد مكياج وقصة شعر معاصرة. يجد الرجال النساء أكثر جاذبية عندما يحافظن على نظافتهن. ينجذب الرجال للنساء ذوات رائحة الجيدة وشعر النظيف والبشرة المرطبة أكثر من النساء ذوات الوجوه المغطاة بالمكياج تماما. ثالثاً، الاهتمام. غريزياً، ينجذب كل من الرجال والنساء إلى الأشخاص الذين يهتمون بهم، ويمكن أن يفعلوا ما يجب عليهم فعله إذا حدث شيء لهم. ولدت معظم النساء بهذه الغريزة، ولكن قلة منهن تظهرها. رابعاً، الإبداع. في هذه الحالة، الإبداع يتمثل في قدرة المرأة على الاقتراب من الحياة بطريقة جديدة ومثيرة. هذا نوع الإبداع الذي يسعى إليه الرجال. الرجل يريد امرأة يمكنها مساعدته في إيجاد حلول لمشاكل الحياة. خامساً، الاحترام. إذا سألت رجلاً عن سبب حبه لزوجته، فبإمكانه أن يقول طريقتها في التعامل مع الجميع باحترام ولطف. ليس هناك ما هو أكثر جاذبية من التواضع والقدرة على معاملة الجميع بنفس الاحترام. سادساً، النضج. النضج العقلي والعاطفي هو نوعية التي يسعى إليها جميع الرجال، لأنه لا يوجد أحد لديه الوقت للخروج مع امرأة بعقل طفولي. اقرأ المزيد من المواضيع الرائعة والمفيدة عبر مدونة أوديولابي audiolabi.blog. شاهد أيضا ولا تنسى الاشتراك. إلى اللقاء. أوديولابي، شارك المعرفة.